واصل الطاهية نيجيريا يوم الاثنين سعي لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف بالطهي لنحو 100 ساعة متجاوزة الرقم القياسي الحالي. وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي بمحاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون بموسوعة جينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019. وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة بمنطقة ليكي بلاغوس المركز التجاري لنيجيريا لتنال شهرة واسعة بالدولة الواقعة بغرب أفريقيا. ولقيت باتشي تشجيع كبير بمكان الطهي وعلى الانترنت للوصول إلى 100 ساعة، ولم يكن أحد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية حاضر بمنطقة الطهي، لكن المنظمة نشرت تغريدة بأنه كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي بالطهي. وقالت المؤسسة: نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولاً قبل الإعلان رسمياً عن الرقم القياسي الجديد. وخلال محاولة تحطيم الرقم القياسي قالت الطاهية النيجيرية يوم الخميس أنه هي بدت تظهر مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الأفريقيات اللي بيواجهوا التهميش بالمجتمع. وأعربت باتشي عن أملها بأنه يتعلم العالم المزيد من المأكولات النيجيرية.